نعود إلى الملف الروسي الأوكراني وهذا الخبر، ونعود بعده إلى حسين الشيك. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مخطط بناء مصنع لدبابات ليوبارد 2 في أوكرانيا سيقابل برد روسي قوي. وأكد ميدفيديف أن روسيا سترد بقصف المصنع الألماني المفترض بصواريخ كالبيرا، باعتبار ذلك مؤشرا على استمرار النهج التصعيدي في أوكرانيا. كما أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن بناء مصنع للأسلحة في أوكرانيا يشير إلى ميل ألمانيا وحلف الناتو إلى تصعيد الأزمة الأوكرانية، مؤكدا بحث آليات أو مؤاليات مواجهة لسيناريو توسعي للناتو تجاه الحدود الروسية. إذن نعود إلى حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو للمزيد من التفصيل. حسين، توقفنا عند التطورات الميدانية على الأرض، هنالك تقدم في باخموت وهنالك إنهاء لحالة السماح للقوات الأوكرانية والمدنيين من الخروج منها كما قال رئيس منظمة فاغنر قبل يومين. طيب حسين، الآن التصعيد أصبح تصعيد أكبر من الميداني. بكلام ميدفيديف التصعيد سيشمل دول أخرى، هل من تفاصيل حول موضوع المصانع التي يريد الغرب بنائها في أوكرانيا، وكيف هو الرد الروسي، وما هي صواريخ كاليبر ليعرفها المشاهد لدينا اليوم؟ رعد، تقارير غربية تحدثت عن إمكانية بناء مصانع لتصنيع الدبابات أو مصانع دبابات ليوبارد في العاصمة الأوكرانية كييف أو في مدينة لفوف الأوكرانية. مدينة لفوف تقع على الحدود الأوكرانية البولندية. ديمتري ميدفيديف على السريع وعلى الفور رده كان سريع، وأكد على أنه في حال بناء هذه المصانع فإن الجيش الروسي سيتعامل مع هذه المصانع على أنها أهدافا مشروعة له وسيقوم باستهدافها وتدميرها. هل في حال تم بناء هذه المصانع أولا حسب الخبراء هذا يعني بأن الغرب يريد إطالة أمد الصراع الروسي الأوكراني، وبناء المصانع يحتاج إلى وقت، والغرب وتحديدا الدول الأعضاء في حلف الناتو تعلم مدى خطورة بناء مثل هذه المصانع في الأراضي الأوكرانية، ومدى خطورة هذا البناء أيضا بالنسبة للجانب الروسي. ففي حال تم اتخاذ هذه الخطوة هذا يعني على أن الغرب يريد تصعيد الأمور وتصعيد الوضع الميداني بين روسيا من جهة وبين الغرب من جهة أخرى. أيضا الجيش الروسي في حال طبق ما توعد به ميدفيديف وقام باستهداف هذه المصانع فهذا يعني أيضا على أن الغرب لن يسمح وهناك إمكانية لحدوث أي مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو وبين الدول الغربية. لكن بطبيعة الحال وبعد تصريح ميدفيديف وأيضا تصريح مجلس الاتحاد الروسي بأن هذه الخطوة من شأنها إطالة أمد الصراع هذا يؤكد على أن روسيا تعلم وأيضا الغرب يعلم بأن الصراع لن ينتهي في الأفق القريب، وأن ما تقوم به القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية من عملية عسكرية هو فقط لتحقيق جميع الأهداف التي توعد بها بوتين في 24 من عام 2022. أي هنا الجانب الروسي يريد أن يحقق ما يريده من أوكرانيا، وخلال الأيام القليلة الماضية وضحت القيادة الروسية ما تريده من أوكرانيا بأن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وأن يتم القضاء على النازية في أوكرانيا. طيب. تصريحات ميدفيديف وتوعده باستهداف الجيش الروسي للمصانع بصواريخ كاليبر، هذه الصواريخ لا يوجد أي مثيل لها في أي جيش في العالم، وهذه الصواريخ أيضا لا يمكن لأي منظومة دفاعات جوي غربية أن تتصدى لهذه الصواريخ. والتهديد من قبل ميدفيديف بهذه الصواريخ هو لردع الغرب ولسنيهم عن بناء مثل هذه المصانع في الأراضي الأوكرانية. طيب حسين، لو انتقلنا لموضوع آخر وهو موضوع الهجوم على المدن الروسية، هذا الموضوع سمعناه قبل يومين وكان هناك تصعيد فيها بهذا الخصوص، هل هنالك من تفاصيل
عن هذه العمليات أو المحاولات للهجوم على مدن روسية حدودية؟ رعد، القوات الأوكرانية لم تكتفي فقط بالمدن الحدودية من روسيا، بل بعض الهجمات وصلت إلى حدود العاصمة موسكو، والطائرات المسيرة الأوكرانية وصلت أيضا إلى مدينة كولومسك، وهذه المدينة تقع في جنوب العاصمة موسكو، تبعد عن العاصمة حوالي 100 كيلو متر. الهجمات الأوكرانية أو الهجمات الأوكرانية على الأراضي الأوكرانية هذا أمر طبيعي، ومن المفترض أن تقوم أوكرانيا بهذه الهجمات، لطالما أن روسيا تعيش الآن ضد أوكرانيا حالة نزاع وحالة صراع، وأيضا الغرب يسخر ما لديه من قدرة عسكرية للقوات الأوكرانية. والهجوم الأخير الأوكراني على مدينة بريانسك، حسب المعلومات والمتوفرة لدينا، فإن عدة أجهزة استخباراتية غربية وظفت أقمارها الصناعية، أقمارها العسكرية للقوات الأوكرانية، والدخول الأوكراني بمجموعة تخريبية إلى مدينة بريانسك ليس سهلا. قامت القوات الأوكرانية بتفجير كاميرات المراقبة بطائرات مسيرة، ومن ثم سمحت لعناصرها بالدخول إلى المدينة لاحتجاز المدنيين. نعم حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من موسكو، وافر شكر لك لتحديث أحداث الأزمة الأوكرانية والحرب هناك، شكرا جزيلا لك.